إذا بليتم فاستتروا. الإعلامية مروة صبري تهاجم إناس الدغيتي. هجمت الإعلامية مروة صبري المخرجة إناس الدغيتي بسبب تصريحاتها الأخيرة عن المساكنة وخوضها التجربة قبل زواجها. قالت مروة صبري في برنامجها قعدة ستات: طلعة بتقولي أنا عشت المساكنة قدام الناس كلها، إذا بليتم فاستتروا، ربنا سترني مطلعش أنا أفضح نفسي وأقول كده قدام الناس كلها. صدمة كبيرة لكل الناس بعد ما سمعت التصريحات دي. يمكن الناس واخدة على إن المخرجة إناس الدغيتي جريئة وصريحة وحرة في تفكيرها، لكن مش للدرجة دي. في حاجات ما ينفعش، في حاجات ممكن أسيب مساحة لإني أكون معاكي أو ضدك، وفي وقت وكلام وتصريحات وإجابات تودي في داهية. أكملت مروة صبري وقالت: حضرتك مش محتاجة ترند خالص، أنا عارفة إنك ما بتحبيش تطلعي في البرامج وعارفة إنك بترفضي، إذن أنت مش التارجت بتاعك تقولي حاجة تعملي ترند زي معظم الفنانين والفنانات اللي بيحبوا يطلعوا يعملوا بلبلة حواليهم عشان الناس والمواقع تجيب سيرتهم. أنت مش كده، وحتى لو كانت دي قناعتك وأنت شايفة إن ده تفكيرك اللي هو شاذ عن المجتمع والحياة، لا يصح إنه يتقال، مفهوش آه أو لأ، مرفوض جملة وتفصيلا. عشتي المساكنة، أنت حرة، داري على نفسك.